في حياة الأمم والشعوب لحظات ومواقف لا تنسى، غيرت مجرى الأحداث وفرضت نفسها على صفحات التاريخ، نستلهم منها لبناء حاضرنا وصنع مستقبلنا، لتبقى دائما حاضرة في ذاكرة الأمة. في 25 من مارس عام 1935 كان صدور أول عدد من جريدة روزا اليوسف اليومية كصحيفة مستقلة، فقد قامت بعدد من الحملات الصحفية، وفي حملة من ضمن حملاتها الناجحة والتي كانت ضد حزب الوفد استقال على إثرها رئيس الوزراء الوفدي نسيم باشا، وعاد دستور عام 1923. ولكن عندما عاد الوفد إلى الوزارة كان إلغاء ترخيص صحيفة روزا اليوسف. في 31 من مارس عام 1841 كان ميلاد الزعيم أحمد عرابي، قائد الثورة العرابية ضد الخديوي توفيق. ولد بمحافظة الشرقية، درس بالجامع الأزهر والتحق بالخدمة العسكرية بعد صدور قرار الخديوي سعيد بإلحاق أبناء المشايخ والأعيان بالجيش، وكان ذلك ضمن جهود الخديوي سعيد في المساواة بين الشركسي والمصري. وبالفعل تدرج عرابي إلى أن أصبح ناظر الجهادية، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس النظار. في 27 من مارس عام 1961 قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بافتتاح المؤتمر الثالث لشعوب إفريقيا، والذي عقد في جامعة القاهرة واشترك فيه ممثلون عن 37 دولة إفريقية. وقد ألقى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خطاباً تاريخياً تحدث فيه عن مكافحة الاستعمار والقوى الإقطاعية والمثابرة والكفاح في سبيل استقلال وحرية الشعوب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في 25 من مارس عام 1964 بدأ إرسال إذاعة القرآن الكريم، أول إذاعة متخصصة في تقديم تلاوات القرآن الكريم وعلومه، وقد بدأت ب14 ساعة إرسال فقط، ثم أصبحت على مدار 24 ساعة يوميا. وقد استطاعت محطة القرآن الكريم من القاهرة أن تحدث دوياً في البلاد العربية والدول الإسلامية،
وبعمل هالدؤوب والمتنوع استطاعت إذاعة القرآن الكريم أن تحتل الصدارة من خلال تقديم صورة حقيقية عن الدين الإسلامي السمح الذي يدعو إلى الوسطية والتسامح واحترام الآخر. عقارب الساعة لا تتوقف ليمر الزمان ويتغير الواقع، لكن تبقى هناك لحظات حاسمة تظل حاضرة في ذاكرة الأمة.